مرحباً يا ساندي، جئت كي أخبرك عن أحدث اختراعاتنا سيسمد حديقتك. يلمع زجاج القبة. وسيقوم بتلميع حتى ثمار الجوز القديمة لديك. إنه عصير دكتور سلطشون المعجزة لكل شيء. أنا لست حمقاء يا شمشون، أنا عالمة، لا أصدق المعجزات. حسناً، يمكنه أيضاً تشغيل أجهزة الأكسجين بكفاءة عالية. حسناً، أنا أحب التنفس، أعطني صندوقاً كاملاً. البيع من باب لباب يستغرق وقتاً، علينا أن نتوسع. نتوسع؟ بشكل موسيقي. يا سيد، هل تعرف شيئاً مميزاً يخلصك من المتاعب بسرعة؟ ما هو؟ إنه عصير لكل شيء. ماذا؟ هل أساعدك مع أسنانك المزيفة؟ هذه من الصعب أن تصبحي أصغر. عصير كل شيء. هل سيجعل صوتي مريباً أكثر من المعتاد؟ بالطبع. هل سينهي رائحته الكريهة؟ اشتريه وستطري. صحيح يا فتى، يبدو أنك تحتاج إلى حل يساعدك على أن تجعل الكرة تنطلق. عصير لكل شيء. معذرة، لكن أرى أنك قررت ألا تقص الشعرات الطويلة التي هناك. عصير لكل شيء. وكم سعره؟ غال جدا. لا يهمني، أعطني كل ما لديك. إنه منتج رائع، ستحتاجون إلى الكثير منه، لذا نقول لكم الآن فلتشتروه. تحركوا، ستحتاجون هذا العصير. مليون وواحد، مليون واثنان، مليون وثلاثة. يوجين، هل هذا هو شعور الصداقة؟ قد يكون يا شيلدن، قد يكون. معركة النقود. ماذا تفعلون هنا جميعا؟ نريد نقودنا. نحن عملاء غاضبون، انظروا ماذا فعل شخصكما بشعري. نريد نقودنا. أعطاني شحم العين الحمراء، لكن على الأقل خطوط النضج اختفت. أعطني زجاجتين. هذا يكفي، لقد دمرتما البلدة كلها. نريد استعادة النضج. أعرف أنك ستفسد الأمر، دائما ما تفسد أي شيء. أنا؟ لست أنا الذي ألف هذه الأغنية الحمقاء. لابد أن الشحم بدأ ينفد. حسناً، لست أنا الذي بعته كسائن لإعادة ملء طفاية الحريق. حسناً، لكن لست أنا الذي باعه كعلاج لحب الشباب للطلاب. لكن أنت الذي بعته كمشروب مقوٍ. طفح الكيل. انتهت هذه الصداقة، عدنا عدوين لدودين ثانية. هذا مناسب لي، لا أريد أن أرى وجهك مرة أخرى أبدا. هذا خطأك أنت. لقد حبستنا هنا. ليتني لم أقابلك. هذا ما كنت سأقوله. لا أصدق، ثلاثة أصدقاء مقربون يدفنون أحياء معا إلى الأبد، وهذا بفضل عصير لكل شيء.